على ما يبدو بسام، مما يمكن أن نقتبسه من تصريحات اللاعبين أن هناك تفاؤل بالمرحلة المقبلة، تفاؤل بحذر أكيد، لأن المنتخب الوطني يعرف بأنه في مرحلة إحلال وتجديد، وهناك عدد كبير من الحرس القديم الذين عادوا على غرار بوصوفة وبالهندة، هناك عدد من اللاعبين الجدد على غرار طنان وبوفال وزياش، وبالتالي اللحمة والانسجام لا يمكن أن تبنيها بين عشية وضحاها، ولكن بالانتظار بإذن الله على الأقل الخروج بأقل الأضرار من مباراة الرأس الأخضر، ومن ثم التفكير بمباراة الإياب لضمان التأهل بشكل رسمي لكأس الأمم الأفريقية الجابون 2017. نعم نوفل، ماذا عن الجانب البدني؟ يعني نعرف أن هناك بعض اللاعبين لا يمارسون بشكل رسمي رفقة أنديتهم، وهل هناك إصابات في صفوف المنتخب؟ نعم، يعني لحد الساعة شاهدنا 3 لاعبين لم يتدربوا مع العناصر الوطنية، كانوا على مشارف يعني ملعب التدريب، الملعب الملحق هنا بملعب مراكش الكبير، منهم الكوثري، ولكن على ما أعتقد بأن يعني تحدث عن ذلك هيرفيرونار وقال بأن العناصر الوطنية كلها على أتم الجاهزية، ولكن أكيد أن المعد البدني للمنتخب الوطني ربما لديه برامج خاصة ببعض اللاعبين، لأننا نعلم من بين العناصر التي تم استدعائها هناك من اللاعبين الذين لم يكونوا يعني متواجدين في التشكيلة الأساسية لأنديتهم، أو كانوا يشارك يكون كاحتياطيين، أو كانوا يغيبون مثلا على غرار مبارك بوصوفة وآخرون عن تشكيلة فريقهم في منافسات دوري الأبطال، أي أن هناك من تنقصه التنافسية ربما من خلال التشكيلة واللائحة النهائية لهيرفيرونار، ولكن هؤلاء أكيد سيكون لهم برنامج إعدادي خاص. صراحة شاهدنا في بداية الحصة التدريبية يعني حتى توقيت الحصة التدريبية باكرا، أي أنه يبحث عن ربما عن اللعب بأكمل الجاهزية، لأنه في المساء يكون الأجواء مختلفة، تدربوا في المطار اليوم، يتدربون تحت أشعة الشمس، حرارة مراكش معتدلة نوعا ما، وإن ستكون هناك درجة حرارة مرتفعة هناك في الرأس الأخضر، فحتى على المستوى البدني حاول أن ينوع لهم التضاريس والمناخية في الإعداد والتحضير. أيضا حتى على المستوى الزمني ألفنا أن يكون ربما الحصة التدريبية للمنتخب الوطني تناهز ساعة من الزمن، اليوم نشاهدهم على أكثر من ساعة ونصف من التدريب، وبالتالي هناك تركيز على الجانب البدني الذي يأخذ ربما نصف الحصة التدريبية من طرف هيرفيرونار ومن طرف بويل وأيضا من مصطفى حجي والطاقم المساعد. نعم. وشاهدنا ذلك من خلال تمارين ثنائية، كان حتى المدرب هيرفيرونار يشارك في التدريب مع اللاعبين بتبادل للكرة أو غير ذلك، ولكن الجانب البدني هام جدا خاصة للعناصر التي تغيب عنها التنافسية، ولكن لا أعتقد بأن لاعبين يمارسون في أهم الدوريات الأوروبية في أهم الدوريات العالمية يجرون ما مقداره 10 إلى 13 كيلومتر في كل مباراة، لا أعتقد بأنهم بحاجة إلى رفع المنسوب البدني، ولكن بحاجة إلى استعادة ربما الطراوة البدنية، لأننا نعلم بأننا وصلنا إلى مشارف نهاية الموسم أو الموسم الكروي سواء البطولات الأوروبية أو حتى المحلية والعالمية، وهناك مباريات خاصة بالمنافسات القارية، وبالتالي يكون هناك إجهاد بدني كبير، ونحن بحاجة إلى لاعبين جاهزين يتمتعون بطراوة بدنية عالية أمام منتخب ربما متمكن ومنتخب قوي ومنتخب لديه الانسجام والتألف وسريع أيضا في الهجمات المرتدة والبناء الهجومي، ونقصد هنا أكيد منتخب الرأس الأخضر. فلذا كما تفضلت بسام، الحضور البدني مطلوب، ولكن أيضا الحضور الذهني والتقني أمام أبناء كاردوسو الذين عاهدوا ربما الجماهير والأنصار، وهناك دعم كبير جدا منقطع النذير في برايا من أجل الانتصار على أسود الأطلس، ويقول كاردوسو بأن لديه ثقافة الانتصار، ولكن أيضا أسود الأطلس لديهم ثقافة الانتصار.